قررت النهاردة أستخدم العجلة كوسيلة مواصلات أخلص بيها كل مشاوير الحكومية. بصراحة شايف إن العجلة ممتازة جدا كوسيلة مواصلات، بس أهم حاجة تحافظ عليها من السرقة، لأن الحرامية كتيرة جدا جدا اليومين دول، حتى بيسرقوا في رمضان وما عندهمش دين ولا ضمير. دلوقتي طلعت شوية على البحر وتمشيت في شوية في محطة الرمل بعد ما خلصت الإجراءات، ده المنشية. ولما بتروح بالعربية بيبقى ما بتلاقيش ركنة، وبتضطر بقى تركن صف تاني وتتكلبش، ومعبال ما الونش يجي ياخد له بتاع 3 ساعات. ده شكلي وانا رايح بقى اخلص المشاوير. كنت مبسوط، كانت تجربة جديدة، وطلعت شوية على البحر، كان البحر رايق وكان الجو حر جدا. كان نفسي انزل المية بس ما كانش ينفع انزل بالهدوم اللي انا لابسها، كان هيبقى شكلي وحش وانا راجع بقى، ولا حد يسرق التليفون وانا في المية، كان الموضوع هيبقى مش كويس. شوفوا بقى شكل البحر، اكتفينا بس اللي احنا نبص عليه من فوق، وكان نتمنى يعني ان احنا ننزل، بس المرة الجاية نعمل حسابنا في مايو. دي بقى دخلنا بقى على محطة، حتة الشاطئ رايقة وشكل العجلة رايق قوي. اخترت عجلة مش عالية عشان لا قدر الله اتسرقت ما ازعلش عليها، بس الترينكس أداء كويس، كان صدت معايا في المشاوير، والجنوط الهرمي بتاعتها بتستحمل في المطبات، ممكن تستخدمها في الديلي يوز. كان معايا قفل مصفح جدا جدا عشان السرقة وكده، كنت رابطها بقفلين، وكان الزحمة ومش والناس مش لاقية مواصلات خالص، وأنا ماشي بقى بالعجلة كانت الدنيا كلها سهلة. إنما ننصح أي حد يجيب عجلة يروح بيها الشغل بتاعه، لأن برضو حتى المواصلات بقت صعبة وبعد توقف أبو قير. شكرا جدا للمشاهدة، ونتمنى لكم كل الخير. كان معكم مينا ماهر من ويل بايك.